خير صافي في شيء؟ لا خير، بس حبيت خبرك انه الخال طلع من الحاره مشان ما تقلقي. ليش وصار؟ ما صار شيء، بس الوضع الامني هون ما مناسب مشان هيك طلع. طب وانا؟ انت بعيوننا، بتعدي لك يوم يومين هون لحتى تهدى الامور، وبعدين انا باخذك لعنده. انت اكيد بهيم انه بخطر، يعني ما صار له شيء؟ صافي، انا عن جد قرفت وتعبت، ما بقى في اتحمل، ما في ضلني عايشه هيك على اعصابي كل الوقت، ما بقى في. ورده، انت بتعرفي وضعنا، شايفه الامور كيف مكركبه، ان شاء الله بيطمننا عليه، نعرف شو اوضاعه. صافي، انا بدي اقول لك شيء، بعرف انه مش وقتها، انا ما بقى في دنير بيني ومخبيه كل حياتي، عن جد ما بقى في اتحمل، مش قادره. شو ذنبي؟ شو ذنبي ادفع حق اشياء انا ما خصني فيها ولا عملتها؟ انا ليش بدي اعيش بين اربع حيطان؟ أنا ليش بدي أنجبر أترك الشخص اللي ما قدرت أحب غيره كل حياتي؟ أنا بحبها كثير، عشان شو ذنبي اللي شو ذنبنا؟ شو ذنبنا هيك عم يصير فينا؟ صار شي؟ بس انا لازم انزل على الحي اللي تحت، في ناس مشان العزم.